فهمتوني دابا الاخوان؟ فنتمنى انكم تعطيونا الاراء ديالكم على هذا الاطار هذا بالضبط، وخاصه كما قلت لكم الاخوان اللي هما عايشين هنا في امريكا. الله يسعد الصباح، التحيه والتقدير والاحترام والمحبه. السلام عليكم ورحمه الله، كيف الحال والاحوال؟ شوفوا هذا التعليق هذا ولا هذا المنشور ديال هذا الاخ ناشي، واحد قال لي هنا في امريكا ان امريكا حسوا بحال انها شي قريه مهجوره، وان راه ما بقى ما يدار هنا، ان راه الا ما خدمتيش ولا ما وقفتيش على رجلك راه غتموت، وزيد. يعني انا بغيتكم يعني كل واحد يعطي الراي ديالو، حتى انا غنعطي الراي ديالي بحكم مثلا هذا المده اللي عشنا هنا في امريكا، والاراء تختلف من طبيعه الحال. فهاد النوع هذا كما نقولوا كاين، علاش؟ لانه كل واحد اللي عقلتو لك مره فاش هضرنا، كل واحد والهدف ديالو علاش باغي يهاجر. وعاود الى عقلتو، كنت واحد المره قلت لكم اودي الانسان قبل ما يدفع القرعه يجلس غير مع راسو بعدا واحد شويه ويبقى يطرح شي اسئله على راسو، يلقى لهم الجواب تبارك الله. ما لقاش لهم الجواب غير يستشر مع العائله ديالو، مع خوتو، مع الاقرباء ديالو، كيثق فيهم. المشاوره راه مزيانه كما يقولوا، ما خاب من استشار باش يعرف شنو الهدف من انه باغي يهاجر، سواء الامريكان او اوروبا او شي دوله. المهم حنا كنهضروا بصفه عامه على الهجره، شنو الهدف ديالك؟ علاش باغي تهاجر؟ ونخليو هذا المثال ديال امريكا، علاش باغي تدفع القرعه؟ علاش باغي تجي لامريكا؟ شنو الهدف ديالك؟ شنو المبتغى ديالك؟ ويتن هنايا كيختلف من شخص لاخر. كاين اللي جاي باغي يقرا، كاين اللي جا باغي غير يتفجج، كاين اللي جاي باغي فعلا عنده هدف، باغي يكون مستقبله، باغي يحصل الوضعيه ديالو. كاين اللي جاي غير انه باغي يجي وصاف، هذا ما عارفش كاع علاش جاي كاع. المهم تلقى راسو هنايا في امريكا، دفع، نجح، تبع الاجراءات، جا لقى راسو هنا في امريكا بدون هدف، هذا عاوتاني بوحدو. وكاين اللي جاي باغي يداوى، كاين اللي جاي على ود ولادو مراضي باغي يداويهم، كل واحد. المهم كاين اللي جا باغي يدير بيزنس هنايا. المهم كما قلت لكم كل واحد والاهداف ديالو. وهادو انا دابا غنقول الراي ديالي في هاد المنشور هذا. انا كنعرف اي واحد رسم واحد الخريطه ولا واحد المسار باش انه يوصل يحقق الهدف ديالو وجا هنايا لامريكا، فكون اكيد راه ما غاديش يقول هاد الهضره هادي. ما عرفتش متفقين معايا ولا لا، لانه ديجا هو حدد الاهداف ديالو، مسطرهم وجاي غيخدم عليهم، داير واحد البلون، داير واحد البلان كما كنقولوا، تبني واحد العماره ولا واحد الدار ولا راه كدير لها البلان، وكتبدا من الحفير من الاساس، وانت غادي نفس الشيء كتجي هنايا للغربه. عكس واحد جاي ما عنده لا هدف، لا هم يحزنون كما قلت لكم، جاي تلقى راسه هنايا ربما كان عايش واحد الوضع. مهم هو من طبيعة الحال ما كانش عنده هدف وجاي لهنايا، راه حتى فين كان عايش راه كان عايش بدون اهداف، غير عايش وصافي وجا هنايا. فهنا من طبيعة الحال يقدر يكون بحال هاد الهضره هادي، لانه جا تقن واحد المحيط لواحد المحيط، من واحد المجتمع لواحد المجتمع، واحد التقاليد وعادات، جا لقى راسو في عادات وتقاليد وحدين اخرين، لغه وحده اخرى، دين واحد اخر، ديانات ماشي تادين، ديانات مجموعين كاملين الى اخره، خدمه يعني كلها والشروط ديالها الى اخره. فبالتالي تعرم عليه الشيء، والواحد غير كيتعرم عليه الشيء شنو كيوقع عليه؟ كيوقع عليه بحال هكا صافي، كيحس بواحد صافي الدوامه، عايش واحد الدوامه ما عارفش كيفاش يخرج منها، وبالتالي كيبان ليه كلشي كحل صافي، ما كيبان ليه شي حاجه فيها التفاؤل، شي حاجه مضويه، شي حاجه كيشوف غير الظلام في الظلام، كيشوف غير الطريق المعوجه، وكيشوف راكم عارفين انسان فرق ما بين انسان متفائل وواحد متشائم، كيشوف غير التشاؤم، فبطبيعه الحال غيقول بحال هاد الهضره. هادو اللي كيقولوا مثلا كيتصلوا بهم ولا لعائلتهم، ما عندك ما دير في امريكا، ما بقى فيها ما يدار، كان شحال هادي الناس راه جاو داروا شحال هادي طططططط شيء الى اخره، انتم راكم عارفين هاد المسائل هادي. فهنايا اللي نقدر
مثلا كاع وراه كاع الناس اللي عايشين في الغربه بصفه عامه كتقاسموا في واحد الحاجه. واحد الحاجه هي كما قلتها واحد المره اننا جايين يعني المستقبل ديالنا ووليداتنا وديال عائلتنا نحسنوا الوضعيه ديالنا، هذه الاولى. ثاني حاجه كتقاسموا انها الغربه كنعانيوا منها وكنأديوا الضريبه ديال الغربه، لان علاش راه كما قلت لكم كاملين انتقلنا من واحد الاسره وواحد وسط عائلي كنا عايشين تقاليد وعايشين واحد المراسيم وعايشين واحد العادات، جينا هنايا قليل قليل اللي مازال كيعيش داك العادات، يعني كنعيشهم ولكن كتحس براسك بوحدك، كما نقول كتحس براسك مغرب بعيد على العائله ديالك باكملها، يعني الوالدين الخوت الاحباب الخالات العمات جدك جداتك الى اخره، الصحاب داك كتمشي تزور هذا تزور هذا في هذه المدينه تمشي لهنا الى اخره. هنا ما نقولكش ما كاينش، ولكن قليل قليل فين كتمشي، مثلا الا كان عندك خوك ولا كاين شي واحد من عائلتك ولا تقدر تمشي عنده، ولكن ماشي بحال داك الشيء اللي مثلا كنا كنعيشوه في البلاد. فهمتوني دابا الاخوان؟ يعني هذه هي الضريبه ديال الغربه، وهنا خصك تحلى بشويه ديال الصبر، وخصك كما قلت لكم في البدايه قبل ما تجي هنايا خصك تكون مراودي راسك عليها. وكما عاوتاني قلتها راه كاين عادات ديال الاشخاص راه كان عايش الغربه يعني في بلاده. كيفاش كان عايش الغربه؟ يعني كان هو خدام في واحد المدينه بعيده على والديه، يعني كان كيمشي عندهم الكونجي او لا الا كان قريب كيطلع عندهم مثلا من الويكاند للويكاند الى اخره، يعني كان معاول على راسه هو وتوكل على الله وغادي الحياه. عكس واحد يعني كان عايش داك الامور كلها حدا والديه يعني مقابلينه وحاضينه ومعلين فيه الى اخره، جا لهنايا لقى راسو داكشي اللي كان عايشه ما بقاش، وما قادرش يعول على راسو وما قادرش يهز راسو براسو صافي. وهذا النوع هذا راه كاين ماشي ما كاينش، نتوما راكم عارفين هادشي. فهمتوني دابا الاخوان؟ فنتمنى انكم تعطيونا الاراء ديالكم هاد الاطار هذا بالضبط، وخاصه كما قلت لكم الاخوان اللي هما عايشين هنا في امريكا، واش هادشي بصح ولا شي ماشي بصح، واش كاين الناس اللي كيعانيو من هادشي الى اخره. ف نتمنى انكم تخليو التعليقات ولنا عوده ان شاء الله لهذا الموضوع هذا بحول الله. كما يحييكم تهلاو في راسكم ونهاركم مبروك. الساعه 8:40 ان شاء الله راني قريب للخدمه بحول الله. تهلاو في راسكم وحدوا راسكم من هذا البرد، راه كاين اصميت بزاف يقرف الحال.